بارك الله فيكم. طيب معالي الشيخ، أنتقل إلى سائل آخر يقول: أبي وأمي كبار في السن وبينهم معاملة غليظة بعض الأوقات، حيث تقول الوالدة بأن لا يأتيني المصروف كامل، والوالد يقول لا تستجيب لي بعض الأوقات، مع العلم بأن أغراض البيت متوفرة وحاولنا النصيحة لكن لا يستجيبون، نرجو التوجيه لهم ولنا. والله هذا من أقبح الأشياء، يوم يعني الموظف قبل التقاعد تشين أخلاق أكيد، ها وبعده أي نعم. فيا إخواني، الآن هذا الرجل قضى مع امرأته سنين طويلة، وهي قضت معه سنين طويلة، والله 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 ما تزين نفسيات إلا بمنهج الله. وش منهج الله؟ العفو والصفح، العفو والصفح والمغفرة. ثانيا، إن الإنسان يبذل اللي عليه لله، مو بيقول بعطيها من أجل أنها تعطيني، لا، أنا بعطيها من أجل الله سبحانه، عشان ما يضيع، ما يشفي الشيء يضيع في حسنات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى اللقمة تضعها في امرأتك، مو ما تضعها تشيلها، لا تشيلها، يعني توفرها لها. فالآن يا إخواني دائما نسمع: إذا سبرت العجوز شانت أخلاق على شيبها، ليه؟ لأنها هو كان يضربها ويحتقرها، ويوم تبرى والعيان قلبت له الظهر المجن وصارت. والسبب حقيقة أنت إذا نظرت تجد فيه ظلم من الرجل، لأنه طول وقته هو واطن على راسه، عاد يوم تبر راسه يتبر وعياله وتبر، ما هو بداري، لا يبيها مثل أول، لا استر، ما هو بصحيح. ظلمك عاد الآن استمر 40 سنة، وش بعد؟ خلاص اخلص اخلص. ثم أيضا نقول أيضا للمرأة، يعني أنت عامليه بمغفرة ورحمة، خلي عيالك يعيشون في السعادة. والله الآن بعض البنات وبعض الآباء يبتون، الأبناء يبتون، قلنا جاء يوم الخميس وجينا نبي نروح نرتاح عند والدينا ونشوف ابتسامتهم ونشرب الشاي معهم ونتعشينا عندهم، لقينا كل واحد منهم زعلان على الثاني، وكل واحد منهم ما يحاسي الثاني. فهذه مشكلة ترى، والله تحرقون أعصاب عيالك. صح، بنيتك الآن جايت من عند زوجها، تبي ترتاح عندك، تبي تجلس معك، تسمع وانت أيضا يا والد، نعم. ها أو تسمع سواليفه، أي نعم. نعم صحيح. فارحموا ارحموا هؤلاء. ترى يا إخواني اسمعوا ماذا قال الله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا، لاحظة، تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ربي غفور، إن نختب الليل والنهار وربي يغفر لنا. أنت عاد إذا أخطأت على زوجتك ما تغفر لها، أنت يا أم العيال إذا أخطأت على الزوج ما تغفرين، والله ما تحصلون السعادة في البيت، ما تحصلون إلا بالمغفرة والرحمة والصفح أبدا. تبون تعيشون سعداء ازرعوا البيت ورد، بس الشيطان ما يخليكم. الشيطان عنده طريقتين: طريقة الانتقام، قال سدى رد عليه لا تخليه، طريقة الثانية سوء الظن، ما قال سدى إلا يقصد سدى، إذا معروف معروف يدخل بينهم، أي نعم. وبعدين هالظن السيء ذا هو اللي فرق بين الحبايب. فنقول يا إخواننا، والله ترى تخسرون دينكم، والله العظيم حسنات كبيرة تخسرونها، وتخسرون بيتكم، وتوجدون الحسرة في أولادكم وبناتكم، وربما يؤثر ذلك لصار عندها بنت ولا عندها ولد، وشاف دائما العيال الله يصلحهم ما عندهم سياسة يصيروا معمهم، ودائما يلومون ابوهم، وش يسوي ابوهم؟ يعاندهم. اذا جاء خطيب للبنت ما يعلمها، يا ساتر، ولا يبيها تتزوج، ليه؟ لانها عمها. فيقوم ينتقم حتى من العيال، ها، والعيال ينتقمون من الاب، فتكبر المشكله ويدخل الشيطان.
والشيطان يقول الله عنه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضة. هل هو يبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. صحيح. ولكن بالتحريش بينهم. وأنا أذكر اثنين من القرابة. واحد ينتقم من عجوز ودائما وياها في المشاكل، دائما يدعي على جعل الملائكة تلعن أنت بنت بتجيني ولا دلالة دلال. وهي تقول له أنت ما سويت مثل اللي سألنا ذلك، ما تعطينا حقي كامل ولا. والثاني جزاه الله خير أبدا ما يحاسبها، وما بل يمدح في أم فلان وأم فلان وما شتني أم فلان. يقول لي عاد بعض الناس والله يا ذا اللي مدح هذه إن ذيك اللي يسبها رجل أحسن منها. سبحان الله. أي لكن هذا سموحي سموحي نعم. ومشي الأمور وذاك يدقق على كل شيء ويراقب وسيء ظن سيء ظن. فيقول والله العظيم إني أعرف المرقيل ذولي، وإن ذيك اللي الآن بينها وبين زوجها مشاكل إنها أحسن من ذا اللي زوجها معلقها ما بفزين منها ولا بحسن منها مشي الأمور هو. أي مشي الأمور. فالإنسان يا إخواني هو الذي يزرع في بيته الورد أو يزرع الشوك، ازرع لك ولعيالك. نعم أحسن الله.